تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 21 من المبادرة كلنا واحد، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بكافة أنواعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% في كبرى السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والمنافذ والشوادر المقامة لهذا الغرض. تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لأعياد الشرطة وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد، والتي يأتي إطلاقها تأكيدا على الثوابت الاجتماعية في الاستراتيجية الأمنية، وتهدف إلى توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة. المبادرة التي جاء إطلاقها بعد تنسيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 60% وبجودة عالية بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كل الأقسام موجود فيها خصومات بتوصل ل 50% و60% خلال فترة المبادرة، ودايما بنوجه الشكر للسيد الرئيس على المشاركة الفعالة مع الشعب المصري في تخفيض الأسعار بشكل مستمر على مستوى السنة. أسعار كويسة في المتناول ومتوفرة، وإن هي دايما ومستمرة لحد دلوقتي حاجة كويسة، وأسعار كويسة جدا لنا بصراحة، بالذات في السلع اللي هي زي الزيت والسكر، الرز، المنتجات دي فعلا أسعارها كويسة جدا. المبادرة دي وفرت احتياجات ناس كتير بأسعار مخفضة ومنتجات جودتها عالية في متناول للجميع. وقد شهدت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم في ظل وفرة المعروض وجودته وانخفاض أسعاره مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. بجد احب اشكر قوي الرئيس واقول كل مصر كل سنه وانتم طيبين، بس بتعدي الشرطه. وعايزه اقول للرئيس برضو ان بجد المبادره دي مخلياني انا اكتر مكان باجي فيه هنا احسن اسعار بلاقيها اصلا في مكان هنا. النهارده الاسعار فعلا جميله جدا، واحنا خدنا حاجات كتير يعني، وبقول للشرطه كل سنه هم طيبين ودايما يا رب في ازدياد، والبلد في خير دايما، وربنا يعين الرئيس على البلد وربنا يقويه. كل سنه ومصر كلها بخير بمناسبه عيد الشرطه، كل سنه وكل ضباطنا بخير. كما تم اقامه عدد من السرادقات بمختلف المحافظات بغرض عرض المنتجات المشاركه في المبادره سواء غذائيه او صناعيه وبنسب التخفيض المعلن عنها. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه، شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. مديريات الأمن قامت بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب الكيانات الصناعية الكبرى كل بنطاقها بهدف إتاحة السلع بمختلف أنواعها بأفرع السلاسل التجارية بأسعار مخفضة ليستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى سيارات متنقلة بالميادين لبيع تلك السلع بذات التخفيضات. وفي إطار مبادرة كلنا واحد وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات مجانية تحتوي على سلع غذائية أساسية، وذلك على قاطني حي الأسمرات إحدى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتهدف تلك المساعدات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين هناك ودعمهم. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. وتؤكد مبادرة كلنا واحد منذ إطلاقها انحيازها التام لاحتياجات المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وهو هدف وزارة الداخلية منها. وهنبقى جنبك للنهاية.
مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تطلقها وزارة الداخلية، وهي ضمن مراحل كثيرة من هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الاستراتيجية وما يحتاجه البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.